فيلم The Chronicle of Narnia تبدأ قصة الفيلم بوقت الحرب بين بريطانيا وألمانيا، ونشوف القوات الجوية البريطانية وهي تقصف ألمانيا، وهواية ضحايا مدنيين راحوا بالانفجارات وماتوا، وهسه نشوف عائلة من 5 أفراد وهم أثناء القصف يختبئون بأحد الملاجئ، بس ابنهم دايموند يرجع على مود يجيب صورة أبوه وياخذها وياه، لكن أخوه الكبير يركض وراه ويجيبه قبل لا ينقتل بالقصف، وبالفعل كلهم يحتمون بداخل الملجأ، وهنا أمهم تقرر ترسلهم البيت بعيد عن القصف. بعد ما يوصلون للبيت المحدد يشوفون كبيرة الخدم اللي اسمها أنسا ماكريدي وهي صاعدة بالحصان، أو تبدأ تشرح لهم عن قوانين البيت اللي واجب عليهم يلتزمون بيها، مثلا يكونون هادئين وماكو ركض بالبيت، أو أيضا ممنوع لمس التماثيل التاريخية، وأهم شيء ما حد يزعج أستاذ كريك واللي هو المتطوع بحمايتهم. ونشوف الأخوان الأربعة وهم يقنعون أختهم الصغيرة لوسي ويقولوا لها أن أمهم راح تكون بخير وراح ترجع لهم، أو بعد ما لوسي تطمئن تقوم وتطلب من عندهم أنه يلعبون لعبة الغميضة، وتبقى لوسي تدور على مكان تختبئ بيه، فتروح لأحد الغرف وتشوف دولاب صغير وتقرر انه تدخل بيه، وتبقى ترجع للخلف بين الملابس لحد ما تدخل على مكان غريب، وتشوف بهذا المكان الثلج مغطي الشجر وكأنما هذا الدولاب نقلها لعالم ثاني، وتبقى تمشي لحد ما توصل العمود إنارة حتى تشوف باقي اجزاء المدينة، بس فجأة تسمع صوت حركة وراها، فتشوف شخص شكله غريب وتبدأ تصرخ من الخوف، وهو ايضا يخاف من عندها ويهرب، وهي تقرر تطلع وتطمنه، ومن تقربت عليه شافته نص انسان والنص الاخر حيوان، ونعرف انه هو اسمه توماس وهو من مدينة ناريا، ويبدأ توماس يحكي لها عن هاي المدينة ويقول لها هاي المدينة تبدأ من هذا العمود لحد القصر، وكل هذا المكان تحت اسم مدينة ناريا، فيعزمها على شاي حتى يتعرفون على بعض، وهي تستغرب وتقول له معقولة هذا المكان كله بدولاب صغير، فهنا توافق هي على عرضه وتروح وياه، ولوسي تدخل البيت الغريب وتقول له الشتاء جميل بمدينة ناريا وكأنما بأعياد الكريسماس، فتوماس يقول لها مضت 100 سنة وماكو أعياد بهاي المدينة لأنه ممنوع الاحتفال هنا، وهي تشرب الشاي يبدأ توماس يعزف لها، وبسبب العزف لوسي تنام، لكن بعدها تصحى على صوت بكاء توماس فتسأل عن السبب، وهو يقول لها أنا دا أحس بالذنب لأنه أنا خطفتك وأنا مالد أسوي هيكي بأول صديقة إلي، لذلك يأخذها للمكان اللي لقاها بيه وهو أسفل عمود الإنارة، وترجع لويس مرة ثانية من باب الدولاب للبيت، وتبدأ تركض وتصيح لأخوانها وهي تعتذر من عندهم لأنه تأخرت عليهم، لكن نعرف إنه كل هاي الأحداث اللي صارت وبعدها أخوها بيتر ما خلص من العد، وهي خربت اللعبة على أخوانها البقية، ونعرف أن الوقت يختلف من العالم الخيالي للعالم الواقعي، وهنا لوسي تبدأ تجمع أخوانها وتسولف لهم عن اللي صار، فأختها تروح على مود تتأكد من كلامها، بس تشوف ماكو شيء خلف الدولاب، وأخوانها يقولوا لها هذا كله من خيالك بسبب القصف، ولما يجي الليل تبقى لوسي قاعدة وما تنام لأن هي متأكدة من اللي شافته، فترجع مرة ثانية للغرفة وتدخل بالدولاب، وهنا يشوفها أخوها دايموند. فيقرر يدخل وراها، أو أول ما يدخل يشوف الثلج أو يبدأ يصيح باسم لوسي ويدور عليها، لكن فجأة تظهر عربة الملكة البيضاء وهي كانت على وشك أن تدوس عليها، بس هو قدر يبتعد عنها بآخر لحظة وينقذ نفسه، وهنا الحارس ينزل من العربة ويتوجه له على مود يقتله لأنه ممنوع أحد يوقف قدام عربة الملكة، أو قبل لا يقتله تطلع الملكة وتوقفه أو تسأل دايموند وتقول له شلون وصلت لمملكتي، فيبدأ دايموند يسولف لها عن أخته اللي دخلت هنا ويقول لها أني لحقتها حتى أشوف المكان، والملكة تعرف أنه هو بردان فتقرر تغطيه وتحميه من البرد، ويبدأ دايموند يحكي لها عن عائلتها ويقول لها إحنا كنا 4 أخوان وأني جيت هنا حتى أدور على أختي الصغيرة، فالملكة تطلع زجاجة بها مادة زرقة وترميها على الأرض، وفجأة يطلع من عندها مي دافي وحلويات وأكل حار، وتطلب من عنده أنه يجون هو وأخوانه لهاي المدينة لأنه هي ما عندها أولاد، وتقول له تعالوا عيش هنا وأنا راح أخليك ملك ناريا، وبالفعل دايموند يوافق أنه يجيب أخوانه، فينزل من العربة والملكة تغادر المكان. بهاي الأثناء تجي لوسي وتشوف أخوها وتركض عليها وهي فرحانة لأنه صدق بقصتها، وبعدها بسرعة يطلعون من الدولاب ويروحون لغرفة أخوانهم البقية، ولوسي تركض حتى تنطي خبر لأخوها الكبير بيتر وهي قالت له كل شي صار وياها، وتقول له دايموند كان وياي، فهنا بيتر يسأل دايموند عن حقيقة كلامها، لكن للأسف دايموند ينكر اللي قالته، ومن لوسي تشوف الكل ديباوعلها تبدأ تبكي لأن هم ما صدقوها للمرة الثانية، فتطلع من الغرفة وفجأة تنصدم أستاذ كريك وهو كان يحاول يهديها، وبعدها يأخذها البيتر وسوزي على مود يعاملوها بلطف أكثر، فيبدأ بيتر يشرح له عن مخيلتها وقصة الدولاب وهو ينصدم ويقول لهم حتى لو تحسوها هي جاية تكذب لازم تصدقوها، ولما يجي ثاني يوم الأخوان يلعبون الجولف فالكرة تجي بزجاجة القصر وهم يروحون على مود يشوفون شنو اللي كسروه، فيلقون تمثال وقع وانكسر، وفجأة يسمعون صوت أنسا ماكريدي وهي تجيهم لأنه سمع صوت الانكسار، فيخافون من عندها ويقررون يهربون ويختبئون عنها.
وكلهم يروحون لهذا الدولاب، وفجأة يشوفون نفسهم بداخل مدينة ناريا. وسوزا وبيتر يبدون يعتذرون من لوسي لأن هم ما صدقوا بيها من البداية، ولأنه الجو كان بارد يأخذون المعاطف من الدولاب. وبهاي الأثناء لوسي تدليهم على مكان صديقها توماس، لكن لما توصل للبيت تشوف باب البيت وهو مكسور فتركض عليه بسرعة. ولما تدخل للبيت تشوف البيت كله خراب ومكسر وتوماس مختفي، ويلقون ورقة مكتوب عليه أنه توماس خالف قانون الملك الأعظم لأنه هو تعاون ويا البشر وهو بقانون مدينة ناريا خاين. وفجأة يسمعون صوت ويشوفون حيوان جاي يتقدم عليهم، بس يتفاجئون لما يعرفون هذا الحيوان يقدر يحكي، والحيوان اسمه فيفر، وهو يقول لهم الحل الوحيد لإنقاذ توماس هو الأسد أزلان، وأزلان هو الملك الحقيقي لهاي المدينة، وهذا الملك كان مختفي فترة لكن هو رجع وهو منتظركم أنتوا الأربعة. وهم كانوا يستغربون شلون يعرف اسمهم وقصتهم، ويبدأ فيفر يشرح لهم ويقول لهم أكو أسطورة تقول راح يجون أربع أبطال يحررون ملك مدينة ناريا من هاي الملكة البيضاء، وهم راح يرجعون المدينة حتى تعيش بسلام. بس بيتر يقول له إحنا مو أبطال وإحنا نريد نرجع لواقعنا. بس فجأة يلقى دايموند ما موجود، ونعرف إنه دايموند راح للقصر نفس ما طلبت من عند الملكة، وهو اعتقد إنه الملكة راح تسوي ملك على مدينة ناريا. فبسرعة أخوانه يلحقوه، ولما يوصلون للقصر يمنحهم فيفر لأنه القصر خطر، ويقول لهم إنه الملكة سوت هيجي حتى أخوكم يصير طعم وتلقي القبض عليكم، وبهيجي حالة ما راح تتحقق الأسطورة، والحل الوحيد هو يساعدكم الأسد أزلان. وبالفعل كل الأخوة يروحون حتى يشوفون الملك. وبهاي الأثناء دايموند يدخل للقصر ويشوف تماثيل عليها ثلج، وفجأة يهجم عليها ذيب، والذيب يقول له لا تتحرك، بس دايموند يقول له أنا إجيت بأمر من الملكة. فالذيب يحرره ويأخذه للملكة، ولما الملكة تشوف الوحدة تبدأ تحكي عليه لأن هي قالت له جيب أخوانك الأربعة وتعال، بس هو طمنها وقال لها أنا جبتهم كلهم لداخل مدينة ناريا. وهي لما سمعت بهذا الشيء هدأت، فتأمر قطيع الذئاب البقية إنه يجيبون أخوة دايموند، وتعرف من دايموند إنه أخوانه موجودين ببيت الحيوان فيفر. فبسرعة تروح مجموعة من الذئاب البيت فيفر، بس كان فيفر مخطط لكل شيء، وهو كان مسوي نفق يتصل بمكان بعيد عن البيت، والذئاب ما قدروا يوصلون إليهم. وبعدها نجحوا الأخوان وهربوا، وهم كانوا يشوفون ثعلب، وهذا الثعلب يقول لهم أنا أعرف شلون راح أساعدكم من الذئاب، ويخليهم يتسلقون شجرة وهو يبقى جوه. ولما تجي الذئاب يقول لهم إنه البشر راحوا باتجاه الشمال، فالذئاب يركضون بالاتجاه الشمالي. وبعد ما الذئاب يروحون الأخوان ينزلون، ونعرف إنه الثعلب من جيش أزلان. أما بيتر فيقول لهم أنا أريد أخذ أخويا وأطلع من هذا العالم. وهسه نشوف دايموند وهو محبوس من الملكة البيضاء، وهنا تدخل عليه الملكة وهي ضايجة لأن هي ما قدرت تلقى أخوان الأربعة، فتقرر الطلعة وتستخدمه كطعم حتى تلزم البقية. وأثناء خروج دايموند، دايموند يشوف التماثيل ويشوف توماس وياهم، ويعرف إنه هاي التماثيل كانت كائنات حية قبل دخولها للقصر، والملكة هي سبب تحويلهم التماثيل لأن هم خانوها. وبهاي الأثناء نشوف بيتر وأخوانه وهم رايحين باتجاه أزلان، وكانوا يمشون على نهر متجمد، بس فجأة يشوفون قافلة تمشي سريع باتجاههم، وهم بسرعة يختلون لأن عبالهم هاي الملكة البيضاء. بس فجأة يطلع فيفر ويشوف جيش سانتا كلوز جاي عليهم، وهو منتظرهم حتى ينطيهم هدايا تساعدهم بالحرب ضد الملكة، لأن ويا ظهورهم صار عندهم الأمل إنه ترجع الأعياد للمدينة وتتحرر من الملكة البيضاء. فأنطى لوسي عصير النار ويقول لها هذا العصير يشفي كل الآلام ويداوي الجروح، وينطي سوزي أسهم وبوق وقال لها شو وقت ما تحتاجين المساعدة استعمليه، وأيضا ينطي بيتر سيف ودرع حتى يساعده بالفوز أثناء الحرب، وبعدها يودعهم ويتمنى نصرهم على الملكة البيضاء الظالمة. وهسه الأخوان يكملون طريقهم باتجاه الأسد أزلان، بس النهر المتجمد يبدأ ينحل وهم يحاولون يعبرون بسرعة لأن هذا الطريق الوحيد اللي يودي الأزلان. وفجأة نشوف ظهور الذئاب وهي بدأت تحاصرهم، وبيتر يلاحظ أنه السد بدأ ينحل، فبسرعة يغرس سيفه بالجليد والجليد ينحل بالكامل، والذئاب ما تسيطر فالكل يغرق باستثناء بيتر وأخوانه لأن هم كانوا لازمين السيف. وبالفعل ينتقلون لجهة الأرض بسلام، وانحلال الثلج كان دليل على تحقيق الأسطورة الخالدة. وبهاي الأثناء الذئاب يقررون يأخذون الثعلب ويخلوه قدام الملكة حتى تعاقبه لأن هو خانهم. وقبل لا تقتله يجي دايموند على مود يمنحها من القتل ويقول لها اتركي مقابل أنطيش معلومة، وبالفعل هي توافق، فيقول لها أنه أزلان سوى جيش ضدك وهو راح يجي ويحاربك. فهنا هي تجمد الثعلب وهي سوت هيجي على مود تخلي الثعلب عبرة للباقي على مود ما حد يخونها، وتقرر تسوي جيش إلها. وهسه يشوف بيتر وسوزي وهم وصلوا لمكان جيش أزلان، والكل كان فرحان بوصولهم. وبعدها يوصلون لخيمة الملك ويطلع لهم الملك أزلان ويسألهم عن أخوهم الرابع، فبيتر يبدأ يحكي له قصة دايموند، وأزلان يقول لهم أنه مدينة ناريا مدينة الأربع عروش وأن يحكمها بعد هزيمة الملكة البيضاء. بس فجأة بيتر يسمع صوت سوزي ويعرف أنه هي بخطر، ويبدأ يركض لها، وأول ما يوصل لها ينقذها من الذئاب عن طريق السيف ويبقى واحد من عدهم.
لكن الملك يعوفه حتى يتبعون أثره أو يندلون مكان الملكة، أو بالفعل ينجحون بتعاقبهم ويحررون دايموند قبل لا تجي الملكة، أو بعدها يأخذوه ويرجعون به الأزلان. أو بعد ما جمعوا الأخوة على سفرة الأكل، بيتر يقترح عليهم أنه يرجعون للبيت، وهو راح يبقى ويساعد الملك بتحرير المملكة، بس دايموند يرفض لأن هو غلط لما خانهم وهو اللي تسبب بتعبهم، وهو كان يريد يساعدهم على مود يعوضهم عن غلطه. وهنا الكل يقررون يبقون سوية، وتبدأ سوزي تتدرب على رمي السهام، لكن فجأة تسمع بخبر وصول الملكة البيضاء للملك أزلان، ويشوفوهم وهم مصدومين من اللي صار. فهي تنزل وتخاطب الملك وتقول له لازم الخاين يتم تسليمه للعدل ويتعاقب، وإلا راح يتم تدمير ناريا بالكامل وهاي القوانين وما يصير تتخالف. فياخذها الملك أزلان للخيمة على مود يتفاوضون حتى يبقى دايموند بالمدينة، والكل يفرح ببقاء دايموند بمدينة ناريا. بس الملك كان حزين وكأنه هو انطاها شيء غالي عليه بمقابل بقاء دايموند. ولما يجي الليل لوسي تحس انه أزلان طالع من مكانه، فسوزي تطلب من عندهم انه يتعقبوه، لكن أزلان يحس بيهم ويطلب من عندهم ما يراقبوا ويثقون به. وهنا يشوفون الملك وهو يدخل المدينة الملكة البيضاء، او جيش الملكة يبدون يتعاملون وياه بطريقة قبيحة، وهم يربطوه ويحلقون شعره، ونعرف انه هو تفاوض ويا الملكة على قتله بمقابل حرية دايموند. فتبدا الملكة تلقى خطبتها على الجيش وتقول لهم انه مدينة ناريا راح تصير إلية، وبعدها ترفع ايديها للسماء وتطعن الملكة قدام الاخوة الاربعة، وهنا يموت الملك أزلان. وبعدها الملكة تأمر بانه يهاجمون جيش أزلان وتبدأ تفرغ المكان بالكامل، والاسد يبقى بمكانه ميت. فلوسي واخوتها يتقربون على الاسد وهم يبكون عليه لان ضحى بنفسه على موت اخوهن، فقرروا يبلغون اخوهم على موت الملك. وبالفعل يتم تبليغه عن طريق الاشجار، واللي هي كانت تتشكل اوراق الاشجار ويا بعضها وتنطر رسالة لاخوها بيتر. فهنا بيتر يفتهم القصة بالكامل ويتحضر هو وجيشه المواجهة الملكة، او نعرف انه جيش الملكة اكبر واقوى من جيش بيتر. فبيتر يأمر الطيور انه يشيل الاحجار وترميها عليهم، وبعدها يبدأ يشتبك الجيشين سوية، ونشوف سوزي ولوسي وهن قاعدات يم الملك وحزنانات عالية، ويقرر ان يعوفن ويروحن لاخوهن على مود يساعدن بالحرب. لكن اثناء مشيهم يسمعون صوت، او يتفاجأ لما يشوفن الحجر متكسر والملك مختفي، او بعدها نعرف انه الاسد عايش. فينصدمن او يسأل ان الاسد شلون رجع، وهو بدأ يحكي لنا القصة بالكامل ويقول لنا ان الملكة غبية لان هي ما تعرف شروط مدينة ناريا، وشروط المدينة انه اللي يموت بتهمة الخيانة وهو بريء يرجع للحياة مرة ثانية. فلوسي تقول له بانه الحرب بدت او جيش بيتر بدأ يحارب لانه عرفوا انت متت. فالاسد يقول لهن احنا هم راح ننضم للحرب بس بطريقة ثانية لانه انا عندي خطة انفذها. فبسرعة يروح للقصر، وهو كانت عنده قدرة على تحرير اي شخص مجمد التمثال، او من ضمنهم يكون توماس، وهو حررهم حتى يزيد اعداد جيشه ويحارب جيش الملكة البيضاء. وهسه نشوف جيش الملكة وهو يتغلب على جيش بيتر، وهنا تتقدم الملكة على مود تقتل بيتر، بس يشوفها دايموند ويمنحها ويكسر العصا مالتها اللي تحول الكائنات التمثال. او من يكسر العصا مالتها اتعصب عليها وتطعنه، وبيتر يشوف كل اللي صار ويحزن على اخوه فيحاول يهاجم الملكة، لكن للاسف هو ما قدر لها. او قبل ما الملكة تقتل بيتر يهجم عليهم أزلان وجيشه، وبالفعل يكسبون الحرب لصالح الملك، والكل يركض دايموند لانه كان على وشك الموت. وبسرعة لوسي تستخدم العصير اللي وياها حتى تشافيه وتنقذ كل اللي بالجيش، وبالفعل يتم القضاء على الملكة البيضاء وظلمها، ويعود العرش للأخوان الأربعة ويصيرون ملوك مدينة ناريا، وكلهم يجلسون على عرشهم وياهم أزلان، ويتم تقسيم المملكة عليهم، وتكون لوسي هي ملكة البحر الشرقي ودايموند هو ملك الغابات الغربية، أما سوزان فهي ملكة الشمس الجنوبية، وبيتر ملك السماء الشمالية. وكل شعب المدينة يقدم تحية للملوك الجدد، أما لوسي فهي كانت تشوف أزلان وهو يتحرك ويبتعد عن المملكة. وتعد السنين ويروحون للغابة يم عمود الإنارة، ويبدون يدورون عن الباب اللي يجوا من عنده، وبالفعل يدخلون بين الملابس ويروحون للدولاب، وقدروا يرجعون لعالمهم الواقعي، بس يشوفون نفسهم وهم رجعوا صغار لأن الوقت يختلف بين العوالم، والسنين اللي قضوها هي مضها ساعات بسيطة بعالمنا. فيجي عليهم الأستاذ كريك ويقول لهم أنتوا وين كنتوا وأنا كنت أدور عليكم الساعات. فبيتر يقول له أنا هسه لو أحكي لك أنت ما راح تصدق، بس الأستاذ كريك يقول له أنا راح أصدقك لأنه أنا أعرف عن هذا العالم اللي دخلته إله، ونعرف أنه هو كان يدرب كل اللي صار. بعدها نشوف لوسي بالليل وهي تحاول ترجع الناريا، بس لما تفتح الدولاب ما تطلع لها مدينة ناريا. فيجي الأستاذ كريك ويقول لها ما راح ينفتح باب ناريا بالوقت الحالي، بس أكيد راح تنفتح أبوابها من تحتاجنا لأنه إحنا ملوكها. هذا حسابي على الإنستغرام، تابعوني وارسلوا لي أي فيلم يعجبكم، وشي أكيد راح أفرح كل شهواية باقتراحاتكم. ولهنانة تكون نهاية الفيلم.